لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حركات النقل أم العقل. ما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 51، وعنوان حلقتنا النهاردة مجلة الأزهر تفضح أصول الأشاعرة الاعتزارية. وبعد ما شفنا مع حضراتكم في الحلقات اللي فاتت سبب ظهور المعتزلة، وممكن نقول النقطة الأولى اللي كانت أساس في ظهور المعتزلة كفرقة إسلامية، طبعا قصدي عقيدة المعتزلة اللي هي إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني مش مسلم ومش كافر في الدنيا وفي الآخرة كافر مخلد في النار. والحقيقة في أكتر من سؤال على كل اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت، وهبتدي بأول سؤال واللي هو هل هي دي عقيدة المعتزلة، يعني انهم خلفوا بقية المسلمين في مسألة واحدة بس، ان مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ولا في خلافات غير كده؟ وعشان نعرف الإجابة نشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيجاوب على السؤال ده. من هم المعتزلة؟ المعتزلة هم طائفة مبتدعة يقولون في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله ما يخالف مذهب أهل السنة وجماعة، ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري حيث كان يقرر أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاعتزلوا هذا المجلس مجلس الحسن البصري، وقالوا بقولتهم المشهورة إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين فليس مؤمنا وليس كافرا، لكنه مع ذلك مخلد في النار. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ ابن عثيمين هو بيقول ان المعتزلة طائفة مبتدعة يقولون فالله وفي كلام الله وفي افعال الله ما يخالف مذهب اهل السنة والجماعة، ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وسموا معتزلة لانهم اعتزلوا مذهب الحسن البصري حيث كان يقرر ان فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فراحوا اعتزلوا مجلس الحسن البصري وقالوا قولتهم المشهورة إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين فليس مؤمنا وليس كافرا ولكنه مع ذلك مخلد في النار. وشفنا حضراتكم إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيعلق على عقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة، وفي الحقيقة كان بيجاوب على نفسه سؤالنا ولكن بشكل غير مباشر، ونشوف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. وأنا حضرب لك مثل في الوسطية، مثلا لو ذهبت إلى المعتزلة وقلت لهم إيه رأيكم في شارب الخمر، يقول لك والله شارب الخمر ده ليس مؤمنا، يكفرونه مباشرة وليس كافرا لن ينطق الشهادتين. طب رايح فين ده؟ كيف حاله؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. وزي ما شفت حضراتكم شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب هو بيضرب مثل على وسطية المذهب الأشعري، والمثل اللي اختاره شيخ الأزهر هو عقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة. وشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بيقول إن المعتزلة مثلا بيقولوا عن شارب الخمر إنه ليس مؤمناً وليس كافراً لأنه بينطق الشهادتين، وقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين. ونشوف مع حضراتكم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيواصل كلامه لعقيدة أو عن عقيدة المعتزلة. خياء حاجة عجيبة، ما فين المنزل؟ احنا بنعرف في جنة او في نار، ما فيش حاجة اسمها منزلة بين المنزلتين، بين الاثنين. وده حكم وده عقيدة عندهم، وده اللي كانوا بيفرضونها على الناس. وزي ما شفتوا حضراتكم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلامه عن عقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة عقيدة عجيبة، لأن المعروف عند المسلمين إن مصير الناس إما الجنة أو النار، فما فيش حاجة في النص. الكلام ده حكم عند المعتزلة وعقيدة كانوا بيفرضوها على الناس، ونعيد الحتة دي تحديدا اللي قالها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ونشوف مع بعض. وده حكم وده عقيدة عندهم، وده اللي كانوا بيفرضونها على الناس. وطبعا كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب دي عقيدة عندهم، وكلمة عقيدة بالصيغة دي يعني
عقيدة بدون ألف ولام. التعريف يعني معناها إن عقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة مش هي الوحيدة اللي خلفوا فيها المسلمين. عشان كده هنسأل السؤال التاني، ما هي عقائد المعتزلة؟ أو ممكن نسأل السؤال بصيغة أخرى، هل للمعتزلة عقائد أخرى غير عقيدتهم في مرتكب الكبيرة، وإنه في منزلة بين المنزلتين، واللي كانت الحجر الأساس في تكوين طائفة المعتزلة؟ وطبعاً الحقيقة إن الشيخ ابن عثيمين في الفيديو اللي شوفناه قبل كده جاوب على السؤال ده، ولكن بشكل مختصر، وهنشوف الحتة دي من الفيديو الشيخ ابن عثيمين، نشوف مع بعض. من هم المعتزلة؟ المعتزلة هم طائفة مبتدعة يقولون في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله ما يخالف مذهب أهل السنة وجماعة، ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. يعني المعتزلة طائفة مبتدعة في العقيدة ويخالفون أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في ذات الله وفي كلام الله وفي أفعال الله. يعني من الآخر المعتزلة عملوا عقيدة جديدة، والعقيدة الجديدة دي مخالفة لعقيدة الأشاعرة. مش مخالفة وبس، ده أبو حسن الأشعري خرج عليها لأنها عقيدة بطلة، واللي حكم إنها بطلة رسول الإسلام نفسه. ونشوف مع بعض شيخ الأصل الدكتور أحمد الطيب يأكد لنا الكلام ده بنفسه في الفيديو اللي جاي. هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكاد يصدق، ثم جاءت الرؤية الثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلن هذا. وزي ما شفتوا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول إن رسول الإسلام حكم على مذهب المعتزلة إنه باطل 3 مرات، يعني كل مرة رسول الإسلام يروح لأبو حسن الأشعري في المنام يقول له مذهب المعتزلة مذهب باطل 3 مرات. وده اللي خلانا نتوقف لما شفنا الأزهر بينقل في مجلة الأزهر كلام عن العقيدة من المعتزلة، وخصوصا الزمخشري في تفسيره للكشاف. ونشوف مع بعض على الشاشة صفحة 16 الفقرة الثانية. وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي إلحاد في أسماءه تعالى، كالتشبيه مثلا، وأن يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في الشاشة أن مجلة الأزهر بتنقل من الكشاف بالاسم من نفس الصفحة، ونشوف مع بعض مكتوب إيه كمان. والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه هو عن ذلك، وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله. أما في ذاته فبأن تعتقد إنها ليست من جواهر والأعراض، وأما في صفاته بأن تعتقد إنها ليست محدثة ولا متناهية، وأما في أفعاله فبأن تعتقد إنه مالك مطلق حكيم. ويحسن بنا أن نلفت نظرك إلى أن السياق يدل دلالة واضحة على أن المراد بالعلو علو الاقتدار والعظمة والملك لا علو المكان والجهة، لأن العلو الحسي عبارة عن كونه تعالى في غاية البعد عنا، وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم. أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك. والحقيقة الكلام اللي شفتوه ده في غاية الأهمية والخطورة، في نقطة أساسية إحنا بنناقشها في سلسلة أحداث ووقائع معركة أين الله، والنقطة دي تتعلق بذات الله، لأن صفة العلو صفة ذاتية، وده اللي هنفهمه بالتفصيل في الحلقات الجاية. والحقيقة لما مجلة الأزهر تستشهد بمراجع المعتزلة كان لازم نلقي الضوء على بعض عقائد المعتزلة اللي ليها علاقة بالعقيدة الأشعرية، أو اللي الأشاعرة بيوافقوا أو يخالفوا المعتزلة فيها. وتابعوني في الحلقة دي عشان نعرف إزاي إن المعتزلة إنها طائفة مبتدعة، يعني بيقولون في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، ونشوف بيتفقوا مع الأشاعرة في إيه،
ومدى تلاعب الأزهر بالعقيدة الإسلامية، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى والعقل.